السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته السلام. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامج جديد وفي حلقة جديدة من ضيف الأسبوع، ويسعدنا ويشرفنا باش نستضفوا البطلة المغربية والبطلة المراكشية أسماء الصحراوي. أسماء الصحراوي، مرحبا بك معنا في مراكش الرياضية. الله يبارك فيك. شكرا. أسماء الصحراوي اللي قليل اللي غادي يعرفها الا اللي متبع رياضة ديال التيغ لاخك او رياضة النبال، ياك أسماء؟ رماية بالنبال. ممكن تعطيني فكرة على هذه الرياضة ولو بسيطة؟ هي رياضة كتعمل على هدوء الأعصاب و كثرة التركيز و حدة البصر. هذه نبدا مختصر على هذه الرياضه، وباش نتعرفوا على اسماء الصحراوي، شكون هي، التلميذه، الطالبه، وتعطينا فكره على اسماء باش يعرفوها الناس المشاهدين الكرام. انا تلميذه ب ليسي ابو العباس سبتي، سنه اولى بكالوريا علوم تجريبيه. باش نقدموا اسماء للمشاهدين الكرام، فهي بطله عالميه وبطله عربيه. فاش نعود نفكروا للمشاهدين الكرام، فاسماء الصحراوي اللي قدامنا فهي مكلاسيه تروازيام في بطوله العالم، ياك اسماء؟ باش من سنه؟ سنه 2014. 2014 هنا في مراكش. هنا في مراكش تكاسيتي تروازيام. شحال كان السن ديالك هذيك الساعه؟ 14. 14 سنة. وتبارك الله كنتي من الثلاثة الأوائل في بطولة العالم. مزيان، الله يكمل بخير. وكنا سمعنا أنه أنت مؤخرا هذه تقريبا شي شهر ياك باش أن شاركتي في البطولة العربية. بحال هكا. شحال تكلاسيتو فيها؟ تخوازيام. تخوازيام، اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله. المهم أسماء الصحراوي، تحدثوا شي على هذه الرياضة اللي كي قلنا اللي قليل اللي غادي يكون عارفها إلا اللي متبع لها قرب. فتقريبا شحال هادي باش دخلتي لهذا الميدان ديال هذا او هذه الرياضه ديال التير على العرك؟ اربع سنين. فاش كان لاج ديالك شحال تقريبا؟ 13 عام. 13 عام، هذيك الساعه وجدتي هذا الميدان الرياضي. شكون اللي كان يشجعك عليه بزاف؟ الام ديالك. فهي بطله سابقه او ان هي كانت تهوى باش تشوف هذه الرياضه؟ لا، هي كتهوى تشوفنا ديما في القمه. دائما في القمه. وعلاش اخترتي مثلا الرياضه ديال رياضه الرمايه بالنبال وما اخترتيش شي رياضه اخرى؟ بحكم اللي تعرفوا البنات تكون عندهم مثلا كاين الكاراتيه، كاين بزاف ديال الرياضات الجماعيه، ولكن مشيتي لهاد الرياضه فرزيه. لا، جربت افون كاراتيه، كنت كندير لا ناتاسيون. اييه، ولكن هذه اللي جذبتني بزاف. وشنو هو السبب اللي جاك انك تمشي لهذا؟ الطبع ديالي. أسماء الصحراوي، بالنسبه لهذه الرياضه اللي قلتي انه كانت عندك 12 سنه فاش شاركتي في بطوله العالم اللي كانت في مراكش، واشنو هو الامور اللي جاتك انا باش توصلي لهذيك القمه، قمه عالميه، باش انه نشوف بطوله عالميه كانوا فيها مشاركين الناس من تقريبا من العالم كله، شحال من دوله؟ تقريبا 200 دوله على ما اظن. وباش انه يكون لك كي تنقولوا التركيز ديال الطفل عندها 12 سنه، ف ممكن تحكي لنا على ديك اللحظه فاش كنتي تقريبا انا ما اظن كانت 3 ايام، 3 ايام في هذيك البطوله العالميه. تحدثني على ديك الاجواء ديال هذيك الفتره. وهي بصح ما كانتش سهله، ولكن بالدعم ديال العائله ديالي هو اللي خلاني نطلع للفوق، ومشيت شاركت في لا كوب دي موند على قول باش ناخذ ليكسبيريونس اون جينيرال. هذا باش تاخذي تجربه، وطموح انا جالك انها توصلي للمرتبه الثالثه. لان انا صغيره، يعني معليش الا ربحت ولا خسرت. وكيف قلتي لي اسماء، بالنسبه انه تعرف ان كان عندك جوج مشاركات عالميه في سنتين تقريبا، العام ديال 2013 شحال كانت المرتبه عندك هذيك الساعه؟ رابعه. و 2014؟ ثالثه. ثالثه، هو زدتي خطوه تبارك الله. ديما قدام. مزيان، على مزيان. وبالنسبه تحكي لنا كيفاش كان الاحساس ديالك وانت تكلاسي تروازيام في المرحله الثانيه في السنه المواليه؟ هو تدربت في فتره وجيزه ديال 15 يوم، ما كنتش متوقعه من راسي اصلا ندير ذاك الستور. فتكلاسيتي تروازيام في لوموند وتريديتي 15 يوم فرق. صافي. هذا تحدي بمساعده المدرب ديالي جوال هنري فانر. هذا فرنسي او فرنسي مسلم. فرنسي مسلم، مزيان تبارك الله. بالنسبه تحكي لنا على هذيك المراحل ديال التدريب، اش كان تيقول لك المدرب ديالك فاش كنتي تستعدي؟ كنا كنخدموا على الثقه بالنفس، هي اول حاجه. عاد ابخي كان صحنا شحال من حاجه في لا تكنيك ديالي، صافي ولا داكشي غادي مزيان. فين كنتو تترينيو هذيك الساعه؟ في ليكول ديمين. ليكول ديمين، فين تتواجد هذه باش يعرفوا الناس، حتى المشاهدين الكرام يعرفوا جميع التفاصيل؟ بلاتي، كنت في واحد الكلوب اخر اللي ما نصحش
نهائيا. تحدو على التدريب ديالك هذاك الاسبوع او هذيك ال 15 يوم اسمع، فبالنسبه انه باش انه تكون تدرب وتستعد لبطولات العالم فماشي مستاهل. حقا المدرسه ديالي دعماتني، عطاوني لي زابخي ميدي مشيتي عندهم وتمرات تستعد انا لبطوله العالم، عطاوني اتيستاسيون من الكلوب باش ناخذ لي زابخي ميدي. فتقريبا شمن شهر هذيك الساعه كانت تقريبا بطوله العالم؟ نوفمبر. فبالنسبه كي قلتي لي اسماء فنوفمبر يلا البدايه الموسم والناس ديال المسؤولين ديال المدرسه فانه بداو مساعدوك. وبالنسبه لي ملي كنتي هذيك الساعه تمشي شنو الاجواء اللي كانت يقول لك التلميذات والتلاميذ معك في القسم؟ كانوا كيدعموني في الاستعدادات. وملي ساقوا الخبر انك لا الاستعدادات ما كان فرصتها ما فرصت شي واحد حسيتي كي تقول لا ما عندكش بزاف ماشي مشكل بالنسبه ملي ساقوا الخبر انه اسماء كلاسات تروازيام في العالم شنو كان الاحساس ديالك انت وكيفاش كانوا هما استقبلوا هذا؟ كيفاش كان الاستقبال وكيفاش الناس المسؤولين في المدرسه المدير الاساتذه؟ ما كانش شي ولا كنتي تفكوتي ما كان شي عادي كان كيبان كلي عادي وصافي عادي. الثالثه في العالم وعادي عادي. ونتحدث بالنسبه للناس المسؤولين في المدينه كيفاش كان الاستقبال؟ اتصلوا بكم شي ناس؟ وي استقبلني الوالي ديال مراكش. شكون كان هذيك السيده؟ بركات بكرات. السي بكرات كان الاستقبال ديال هي توجه لي تاو التحيه لانه رياضي كبير بالنسبه لي من خلال قال لك وكيفاش فرح بيك؟ دعمني ماليا. ماليا؟ عاوني باش نشري لاخك الجديد ديالي. بالنسبه لي نرجعوا لهذه القضيه ديال لاخك وهذه اللوازم ديال هذه الرياضه بالنبال فهي مكلفه شويه ياك؟ بزاف. تقريبا شحال؟ على حسب من 2 مليون الفوق. 2 مليون؟ ما بارك. وبالنسبه تنعرفوا ان اسماء وتنعرفوا العائله ديالك فهم ما معروفين في مراكش بالنسبه ما تقلقهم شويه بهذوك الاثمنه ديال اللوازم اللي كنت تشري فاش يلاه بديتي؟ هي الحق عقدوني في الاول ولكن الا كانت عندك شي ام بحال هذه راه الحمد لله الله يخليها عليك. الله يخليها عليك. يقول الام هي اللي عاونتني والاب مسكين بابا ما تيعارضش ما تيعارضش قلتي لي تيقول لك اللهم بارك فيها الله مزيان بالنسبه لك مثلا على ديك سميتها القوس فتنعرفوا انه الثمنه ديالو تقريبا من 6000 الفوق على ما اظن. فالاول قوس كنتي شريتيه بشحال كنتي شريتيه؟ شريته ب 1 مليون. 1 مليون؟ ومازال تيتصرفوا عليه الفلوس دابا لانه بحالاش على قبل لي فلاش اي شي حاجه الا ضاعت منه اي حاجه وكل شيء كاين في الخارج. كل شيء في الخارج يعني خاصنا نخلصوا حتى الترونسبور. وهذا كي قلتي لي دابا باقي تيكلفك مصاريف فالمصاريف تكون شخصيه ديالكم يمكن دعم شي واحد باش يتعاونوا واخا تروازيام في العالم ومن بعد كنتي كاتريان نهائيا. وتنتمناو من هذا المنبر باش انه حتى الناس اللي تيسمعونا يعاونوا اسماء الصحراوي لانه بطله مكلاسيه تروازيام في العالم مسائل ديالها شخصيه فالله يديمها خلقها. بالنسبه انت تحدو شي نعاودوا نرجعوا شويه لهذا المشاركه اللي شاركتي في الشهر الماضي في الامارات بطولة عربية كانت للسيدات. هي للسيدات فقط ما كانش للسيدات. مزيان تحدثينا عليها شوية كيفاش كانت الأجواء تما كيفاش كان المشاركة ديال أسماء؟ الحقيقة ما كانوش الاستعدادات يعني مشينا غير مستعدين لديك المباراة مي درنا ليفور ديالنا كامل باش يعني نشرفوا بالبلد ديالنا ولكن المعاملة كانت خايبة. بحالاش؟ المعاملة من المسؤولين اللي داونا اللي داوكم؟ كان ضغوطات نفسيه بزاف. وهادو ضغوطات نفسيه وتكلاسيتو تروازيام. وبالنسبه لي انا اول مره يعني جاتني شويه في شكل. وممكن تقول لنا بحالاش هاد الضغوطات؟ سوء المعامله. الاحتقار. التكبر. اي للاسف هادو غادي مشرفين البلاد ومشرفين الرايه المغربيه. وهادشي وما خلصوا علينا والو يعني المصاريف كلهم من عندنا. المصاريف انتم غاديين باش تمثلوا الرايه المغربيه ومصاريف من الجيب ديالكم شخصي مصاريف شخصيه. المصاريف ديال الاكل ديال الا بغيت شي حاجه الا احتاجت شي حاجه كلشي. كلشي من الجيب ديالك. حتى من الاوراق باش نخرج من المغرب انا خلصتهم. المهم هذا الموضوع تنتمناو ان المسؤولين الجامعيين او المسؤولين في الوزاره انه يتوصلوا مع هذا الميساج بطله مغربيه قدامنا مكلاسيه تروازيام في الاعلام تروازيام في بطوله عربيه والمعاناه كيف سمع كل شيء المعاناه اللي تنتمناو انه المسؤولين يوقفوا عليها الحق. بالنسبه نتحدثوا على اسماء بالنسبه للنادي ديالك اللي تلعبي فيه دابا واللي تتريني فيه.
ففين الاسم ديالو؟ نادي التحدي مراكش. فين تيتواجد النادي؟ في المحاميد. المحاميد، وانت ساكنه في الدوجيه تدي بلاصه حتى المحاميد؟ تقريبا شحال مره تترين في الاسبوع؟ لا ما كاينش اصلا، ما كاينش عندهم تيران باش نترين. وفين تترينيو بحال هكا؟ شرات لي ماما اون سيبل ب 1500 درهم باش نترين انا حدا الدار، وفي لي ديستونس الصغار يعني باش ما نديرو باش ما نديرونجيش. وكنشكر التفهم ديال الجيران. والجيران كيف ما عادي مثلا ما تيقولوش لك راه خلق مشكل، ومني بحال هكا تيري وداك السهم تيمشي ما تيخلقش لهم شي ازعاج وليدات. لا واخده الاحتياطات ديالي مزيان. واه هادي عاوتاني شويه خطيره. شويه خطيره وصعيبه باش انا تريني في الحومه هنا في الدوديات في وسط الحي باش انه تستعدي. بالنسبه كاينين ملاعب فتنشوفوا بالنسبه هنا في ملعب 20 غوش او في الملعب الكبير تنشوف بعض الناس تيترينو تما، ما كانش عندك شي اتصال بهم باش انه يوفروا لك تاهما المساعده باش تريني تما؟ لا خاصهم موافقه. موافقه من عند مين؟ من عند مدير يمكن الملعب. لا مدير الملعب، فاحنا من هذا المنبر تعرفوا السي رشيد فتا هو عنده المام بهذ الرياضه فظننا انه هادشي اللي قالوا والله اعلم. شكون اللي قال لك هكا؟ المهم حنا غاديين نوقفوا معك في هذه القضيه. وبالنسبه نتحدثوا كي قلتي دابا انت تنتمي للنادي وهاد النادي يلا تعرفكم نهار تديو شي بطوله او شي ميداي او شي كاس فتيجي يوقف يقول لك انا البطاله راه تنتمي للنادي ديالي صافي سيتو هذا هو اللي صافي. مين بديت المسيره ديالي يعني واخا بدلت النادي نفس كلشي. شحال تقريبا لاج ديالك دابا اسمع؟ عندي سيزون. سيزون فتقريبا 4 سنين هادي باش بديتي هاد الرياضه. عندك بزاف ديال الكؤوس كي تنشوفوا قدامنا، بزاف ديال لي ميداي وشلة ديال المشاكل ياك. شلة ديال المشاكل كبر منه. فبالنسبة مثلا هاد المشاكل ملي بحال هكا تبي تشارك في شي بطولة، كاين دابا على ما أظن هنا في مراكش تنظم شي بطولة الأسبوع المقبل. هاد الأسبوع البطولة العربية. البطولة العربية تشاركي فيها اسمك؟ لا. علاش؟ ظروف شخصية. لا قولي لنا الظروف الشخصية بحال ما تخبيش علينا. القراية هي عندك هذا العام الجهاوي. الله يكمل عليك بخير. آمين. بالنسبة أسماء بحال هكا في القسم ديالك الصديقات ديالك بحال هكا تيسولك على هاد الرياضة ما تشجعهمش عليها ولا ياك ما تقولي لهم راه المشاكل ولا شي ولا تيهربوا منها؟ هي في الأول كنت كنشجع الناس عليها مي فاش بداو المشاكل ما كيتقطعوش صافي أنا ما بغيتش أنا نخسر هاد الرياضة لأن هي رياضة زوينة ولكن المسؤولين اللي شادينها اللي الله يهديهم وصافي. الله يهديهم احسن كلمه قلتي يلا الله يهديهم وصافي. بالنسبه كي قلتي بالنسبه للطموح ديال اسماء في هذه الرياضه هذه الحقيقه بغيت نطلع بها للفوق لان هي رياضه زوينه واللي دخل ليها كيعشقها ولكن انا الحق غادي نقطع العام الجاي لاجل غير مسمى حتى يهدى الوضع ويتبدل كل شيء الداخلي يتبدل المعاملات ويتبدل كل شيء ويحققوا في شحال من حاجه اللي فيها اختلاسات وداك الشيء عاد نرجع. بالنسبه نسولك مثلا بحال هكا فاش ديتي تروازيام بطوله العالم او تروازيام بطوله فات مثلا ديال الجامعه ما كاينش شي واحد تفكر اسماء ولا شحال ولا ويب تليفون؟ كون هي ما تفكرونيش نوضوا صداع اخر على الجائزه ديال الوالي اللي عطاني ديال سي بكرات. وكانوا كاع تستاهلي التروازيام بزز ما عليهم وكانوا كاع بغاو ياخذوها وداك الشيء ولكن لا فهادي جائزه شخصيه ديالك عطيك سي الوالي ما حتى شي واحد الحق فاش يتدخل فيها لانه هذا انت شرفتي المدينه وشرفتي البلاد ف كي قلتي واحد الكلمه الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق. اي تحميده ليلى الام ديال البطله المغربيه والمراكشية اسماء الصحراوي مرحبا بك معنا بارك الله فيك البرنامج ضيف الاسبوع فكيف عودت لنا البنيه فانت اللي تيرجع لك الفضل باش تجي على الرياضه بالنسبه تحدثوا على البدايه فاش انه كانت عندها 12 سنه وجات هذه الرياضه كيفاش جات؟ انا كنت هذا الرياضه لقيتها انا غير بالصدفه انا عمرني ما سمعت على هذه رياضه الرمايه بالنبال لانها ما كايناش ما حد باقي لحد الساعه الناس اللي سمعوها كيقول لنا شنو كيفاش هاد الرياضه من فين كاينه وفين كاين هاد النوادي. حنا تلاقينا مع ديك السيده مع سميتو داك رئيسه النادي
داك سميتو تلاقينا معها، سولتها قلت لها شنو هو السن اللي يمكن الدراري يلعبوا فيه هذه الرياضه. قلت لها انا عندي بنيته عندها 12 عام وعندي بنيته عندها 9 سنين. قالت لي هذاك هو احسن سن يدخلوا ليه. هي هذيك ديتهم باش يجربوا، غير يشوفوا كيفاش يجربوا، غير ان تيست هكا. جربوا البنيات بجوج، ملي شافت اسماء الصحراوي لعبت اول مره بلاك، قالت لي هذه راه عندها مستقبل، لان كانت الهدف ديالها كان مزيان، ديك لا فلاش اللي ضربت اول مره في التركيز، لان هي حقيقه هي داك هي اصلا دايره هكذاك، عندها الهدوء هاديه بزاف وما فيهاش داك الحركه بزاف بحال اختها. اختها شويه كتجي لا دوزيام وداك الشيء، ما اسماء عمرها ما هبطت على الدرجه الاولى، وكل شيء كنعرفها وكل شيء كنسمعها. هادي هي البدايه ديالها، هادي هي البدايه ديالها صافي. وانا عجبني داك اللعب ديالها، ولان حتى هي داك رياضه شريفه، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو داك وصانا عليها بالرياضه والرمايه، الرمايه وركوب الخيل والسباحه، وكانت زعما عطات فيها نتائج زوينه. بالنسبه اللي قلتي حتى البني الاخت ديالها هي هي بطلت المغرب، هي بطلت المغرب 3 سنين، هي بطلت المغرب. تبارك الله عندك جوج بنات الله يخليهم، جوجهم. وحاجه ما سهلاش ان يكون عندك جوج بطلات في سميتها، جوج بطلات في الرياضه، انك تبقى تقلب على المزاج ديالهم يكون مزيان باش يلاه يمشيو يلعبوا ويكونوا مرتاحين. لان ديك الرياضه كتبغي واحد الهدوء، واحد ماشي بحال الرياضات الاخرين، ماشي بحال مساله الكاراتيه. الكاراتيه لعبوا فيه، لعبت فيه بنتي اسماء عامين متتاليه، وسبب الانقطاع ديالها كان عندها القرايه وداك الشيء، وكان عندها السوايع في العشيه، وكان ما تيكون في واحد الوقيته محدده، واضطريت انني نخرجها. كيف تنعرفوا ان الرياضه مكلفه بزاف بزاف، الماتيريال ديالها غالي، الثعم القوس بزاف ديال الحوايج، والسفريات حتى هما على حسابنا. داخل المغرب على حسابنا، المصروف ديالك الخاص. واش ما تيزعجك شي شويه؟ طبيعه الحال كنتفاداو شحال من حاجه ما بقيناش كنديروها، كنقصوا من السفريات ديالنا، كنقصوا من شحال من حاجه، اعراضات ديال اللي كنا كنديروهم نقصناهم، شحال من مسائل كنقصوها باش دوك البنيات، لان شفتهم حبوا ديك الرياضه بزاف، فهمتي؟ ما بغيتش نحرمهم. والحمد لله كي تشوفي انه توصلت للبطوله العالميه ولا البطوله العربيه، ثلاثه تروازيام في بطوله العالم، في تروازيام مجهوده. فكيفاش كان الاحساس ديالك وانت شفتي البنيه ديك الساعه فاش تكلاسات تروازيام؟ رائع، لا يوصف. لا يوصف فريمون، زعما حمرات لنا وجهنا ورفعت الرايه المغربيه، وكانت في المستوى داكشي اللي بغينا منها عطاتو فريمون زعما. الحمد لله. بالنسبه ملي تشوف البنيه وصلت كلاسيه 3 في بطوله العالم، تقريبا كاع هذيك الساعه المغاربه اللي كانوا مشاركين مع التقصى وصلت لهذاك المستوى، وتنشوفوا هاد كي تنقولوا الحيف الاعلامي، الحيف ديال المسؤولين، بزاف ديال المشاكل اللي عاودت لينا، فكيفاش تتعاونيها باش انا اتجاوز هذيك المرحله ديال هاد المشاكل اللي تتعيش فيها؟ كنقول لها دائما هي كتمشي تتعيا وتقول لي بان راه هاد الشيء ما غاديش بيا لشي بلاصه مزيانه، ولكن تنقول لها واحد النهار غادي كل شيء يتكات، واحد النهار، لان المسؤولين واحد النهار غادي يتبدلوا، بلايصهم. انت يا خذي الالقاب ديالك، دافعي على الرتبه ديالك، والمسؤولين منهم داك الشيء اللي ما عندنا ما نقولوا. الله يهديهم كيف قالت بنتي. كي قلتي باش انه باش يبقى عندها بالماريس عامر ان شاء الله، باش المستقبل ان شاء الله، يا رب نتمنوا ضروري. قلت لها حافظي على الالقاب ديالك، وهما المسؤولين راه تيتبدلوا، الا كان واحد خايب واحد المره غيجي واحد مزيان وهكذا، هاكا حنا مولفين. محمد الصحراوي اب البطله اسماء الصحراوي، مرحبا بك معنا برنامج في هذه الحلقه اللي تنخصوها في ضيف الاسبوع البطله والبنيه عندكم البطله العالميه. بارك الله فيك، وتنشكرك انت على هذا اللقاء اللي مرحبا بك عندنا، والمساعد ديالك، وشكرا على الاستجابه. بارك الله فيك، مرحبا. بالنسبه لسي محمد، فين تحدوا على البنيه انت بحكم الاب ديالها، وتنشوف عندك جوج بنيات وكنقولوا تقاتل معاها باش انه يوصلهم، والحمد لله وصلوا. وتحدثني كيفاش النهار الاول فاش انه البنيات دخلوا لهذه الرياضه عادي، كيفاش كان الاحساس ديالك وانت تشوفهم قبل ما يتوجوا، قبل ما يوصلوا؟ انا ما نكذبش عليك، انا عندي جوج بنيات هما اللي كاينين، هما اللي غادي ندير عليهم كل شيء، والحمد لله اللي بغاو تلقاو في الامور كلها هي، وانا نساعدهم ومعايا الجوجه ديالي،
والحمد لله لقينا هذيك الرياضه الاولى كانوا في السباحه، كانوا في الكاراتي، وكانت غاديه اسماء في الكاراتي مزيان، وداكشي ومع الظروف ديال الدراسه وداكشي حبسنا عليها. بقات واحد المده تلقينا هذه الرياضه هي صدفه، انا بعد ما كنتش معاها وكنت لا تنتعامل مع ديك السيده في رئيسه النادي، اخرها مشات معايا السيده شافت المسائل ديناها دخلوا لعبوا الحمد لله، وبقات مستمره وعجبتهم هما ديك الرياضه. قلت لهم بنتي ملي عجبكم الرياضه انا تنتمنى لكم التوفيق وانتم استمروا، والحمد لله كان شي حاجه مرحبا حنا موجودين. فكيف تحدنا لا مع البنيه عندك ولا مع الزوجه، فتنعرفوا الامور الماديه تعرفوا الراجل تاني ما تيكون الكاي الكتف ديالو هو تياكل الطاقه وتاكل العصب الجيب ديالو كلشي. انا الحمد لله الامور في الماده بسيطه، والامور باينه للانسان الموظف البسيط، وانا ما ماشي بحال شي اباء اللي تيكونوا مشددين ولا شي حاجه. انا عندي البنيات ديالي اللي كانوا شي حاجه تيطلبوها مرحبا اللي كاينه في الاستطاعه، وانا ملي عطيت العاتق ديالي على ديك الرياضه وداكشي انا قابلها، والحمد لله اللي كانت شي حاجه رانا مستعد باي طريقه نوصل نجيبوها ونوصلوها اليوم. فسي محمد انت بالنسبه فاش البنيه دخلت، نرجعوا حنايا للبالماريس او البطوله العالميه اللي كانت مشاركه فيها البنيه، وكيف تعرفوا انه الاستعدادات ديالها ما كانت استعدادات قويه، وفاش انها وصلت لهذيك البطوله العالم كيفاش كانت تتحمسها وتتشجعها في هذيك البيريود في هذيك اللحظات؟ هذيك ضروري لا بد خصني ما 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 اش نفسر لك كيف كان عندي ديك الفرحه في هذيك الساعه، والامور كي وصلت هي لهذيك الدرجه بان تقريبا كاينه 200 دوله ولا وتزاد المغاربه كلهم تيليميناو، وبقات هي بوحدها واصغر مشاركه كانت عندها ديك الساعه 14 سنه، ومشات وقاومت وهزات الدرابو المغرب وشرفت به، والامور وصلت للنهايه والحمد لله تكلاصت هي التروزيما، وهذا افتخار لينا وللمغرب والرايه المغربيه وعاش الملك. هذا الشيء اللي كاين تبارك الله، اللهم بارك في هذا الشيء. احنا للاسف ما كناش هذيك اللحظه، ما كنا حضرنا لهذيك اللحظات السعيده اللي عشتوها وعشتها البنيه عندكم. بالنسبه لهذه البطولات العالميه كانت تروازيام، وتنعرفوا ان البنيه كان استقبال من السيد الوالي، كان السيد الوالي السي بكرات. لانه السي بكرات استقبل البنيه وكبر بها، كيفاش كان الاحساس ديالكم؟ انا الاحساس ديالي الشعور ديالي ما غاديش ما ليهش حدود، والحمد لله بان واحد اللي تيمثل صاحب الجلاله في المدينه الكبيره كمدينه مراكش اللي سياحيه وفيها ابطال، وهاد الابطال ما باينينش اللي تتكون تلقاهم في اي رياضه في بطل المغرب ولا بطل في اي عالمي، وما تيكونش اي مسانده من جميع الرؤساء ولا والحمد لله السيد الوالي ملي شافها وسوى تستقبلها وعطاها واحد باش قال لها انا نتكلف لك بلاخك ديالك غادي نشريه لك، والحمد لله قام بالواجب ديالو ومشى على 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 الطريقه ديالته، ومشات لعندو واستقبلها استقبال حار وعطاها الفلوس قال لها هاكي ها هما كاش وسيري شريها لبنتي. وتنقدم الشكر الجزيل للسي عبد الجليل الحاج المدرب ديالها الاول، والسي اي تي شو المدرب الاول ديالها حتى هو اللي في المغربي اللي قدم حتى هو اللي عنده، وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله. اللهم بارك. بالنسبه لتحدوا سي محمد على قبل كي قالت لنا البنيه انا تدرب هنا في الحومه، ما كاينش اماكن فين تدربوا وداك الشيء، فبالنسبه لنا في الحي تنعرفوا انا في الحي باش انا ندرب تتلقى شي شويه صعوبات مع الجيران بالنسبه لك انت. انا فاش هذا النادي اللي كاين ديال في الحي في المحاميد بعيد عليها شويه، ومع ظروف ديال القرايه وداك الشيء والتنقل، انا دعتني الضروره انا والسيده مشينا شرينا لها الماتيريال ديالها وجبنا لهذ البلاصه عندي حنا قدام المنزل ديالي، والحمد لله هضرت مع الناس الجيران ديالو وتفاهموا، هضرت مع المسؤول ديالي قال لك سي باسم الا ما كاينش حتى اشكال، والحمد لله هي تتريني هنا وداك الشيء، وهي بهذيك الطريقه اللي تتريني هي هنا وداك الشيء، حيت ما كاينش تيرانات، حتى ذاك النادي اللي في الحي اللي في المحاميد راه ما عندوش تيران،
هي هو فواحد فواحد الساحه كبيره وتتلقى فيها ظروف بان بنادم تيكون دايز حداه وداك الشيء وكان خطر على الانسان خطوره على الانسان. ولكن الحمد لله بالجهد ديالي وديال السيده ديالي اللي تقوم بهم هما اللي خليهم انا اللي خلي لها المسؤوليه ديالتهم وهي اللي هزه عليا كل شيء الله يخليها لنا هي اللي كاينه دابا هنا في الامور بان راه كاينه فم المنزل ديالي والحمد لله راه غادي تنزلوا غادي تشوفوا السيب اللي كاينه تما وفين تريني والحمد لله راه هي وشرفتنا وشرفت المغرب وشرفت الرايه المغربيه. بالنسبه للسي محمد تحدثوا شي على هذه البطوله العربيه اللي شاركت فيها تكلاسات فيها ثروازيان في العالم تحدثوا شي بالنسبه فكانت كي قالت البنيه وعرفنا من خلال الكلام ديالها والحال ديال انها كانت عايشه شي ضغوطات نفسيه وضغوطات انه من الناس اللي مشاو معها مرافقين فكي تقول لي حسيت بحال تكرفتوا عليهم تما باش غادي وتشارك وتمثل المغرب وتعيش هذوك الامور فملي جات عاودت لك كيفاش حسيتي؟ انا حسيت بالحقره. حقره خايبه. انا ما نكذبش عليك بان البنت جات عندي انا بعدا في الاول جات كلها معصبه. هذه بغات تشرف البلاد. هذه اللي بغات تشرف البلاد وزات الرايه المغربيه ومع الاخوات ديالها صحاباتها وجاو وبداك الجهد وما كاينش تدريب بعدا التدريب مشاو بلا تدريب. والحمد لله وصلوا اللي بغاو وصلوا التروازيام وتكاسوا التروازيامين وهزوا الرايه المغربيه ولكن كي قالت اللي قالت الله يهدي ما يخلق والله وداك الشيء الامور اللي حنا داك الشيء اللي وصلنا راه غادي شتنا سمعنا بودنينا وشتنا هي فاش جات ولكن الامور كاينه الحيه باش تكون دايزه الامور في وسط تما وخاصه في دوله الامارات العربيه راه لا اله الا الله. انهم مشاو وقال لك حتى لارجون واش حاجه ما عقلوش عليهم. لا ما كاينش انه العم ديالها او الخال ديالها في الامارات هو اللي جا هو اللي ما حنا انا ما نكذبش عليك انا والسيده عندي عطينا شويه الفلوس ليها تاتهم معها وكاين العم ديالها تما وتلقى لها وشافها وعطاها الفلوس ومشى ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبه تحكي مثلا لو مثلا الموسم المقبل جا وهاد المسؤولين قال لك مثلا بغينا البنيه تشارك في شي بطوله افريقيه او عربيه تقدر انا ما غاديش نقدر نقول لك غادي 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 هي بعدا خدات القرار ديالها هادشي اللي قالت لي انا ما يمكنش انا نضغط عليها بين هي خدات القرار ديالها ولا تنشوف التراسه ديالها هي الاولى انا رجعت القضيه ديال الدراسه من خلال دابا المدرسه تتقرا هي دابا في فابو العباس بديت السنه الاولى بكالوريا سيونس سي سيونس علوم تجريبيه كيفاش تتكيليبري بين القرايه وبين هذا الرياضه لا تتكمل قرايتها وتتجي وتنجيو هنا بالليل من 7 ل 9 تتريني هنا في حدا المنزل ديالي والغريب في الامر بانها جات هي قررت وعطات الوعد ديالها باش غادي تحبس هذه البطوله لا العربيه لا العام الجاي ان شاء الله بان عندها البكالوريا فالدراسه هي الاولى الدراسه هي الاولى انا تتبان لي الدراسه هي الاولى بان انا ما نفعنيش كاع الرياضه ولكن علاش باش ما نتسماش انا اللي ولا مها اللي غادي ناكلوا العصا تقول لك راه الامور هي خدات القرار ديالها من البدايه وما غاديش يمكن لي المنعها ولكن انا تنقول الدراسه هي الاولى تسمعنا انه العام الجاي ان شاء الله عندك الباك نتمنى لك التوفيق والنجاح شكرا بالنسبه هذا قرار شخصي انه باش الموسم المقبل غادي توقف اثما وما نشوفوهاش بطولات عالميه عربيه هي غنتوقف العام الجاي ولكن من بعد الله اعلم واش نرجع ولا ما نرجعش ولا تبدلوا هذوك المسؤولين جاو مسؤولين زوينين وشجعوكم ان شاء الله غادي نرجع بيان سور هذيك الساعه تكون الظروف متغيره نتمنوا ان نرجعوا نشوفوا اسماء في بطولات عالميه وقاريه بالنسبه للاسماء بالنسبه دابا حاليا اش ممكن تقولي للناس المسؤولين سواء في هذه الرياضه ديال التيرا لارك او الرياضه بصفه عامه الرياضه هي حاجه شريفه كيجيو ليها الرياضيين باش يرتاحوا باش يخرجوا الطاقه السلبيه فيها ويزيدوا بها القدام يعني ما كاينلاش بقاو تتمارسوا عليهم دوك الضغوطات النفسيه وتبقاو هما كيحاولوا يطلعوا الفوق وانتم كتحاولوا تهبطوا من التحت ومعليش مره الا كان دعم مادي انا ماشي مشكل الدعم المادي المهم ما يكونوش دوك الضغوطات النفسيه والمشاكل يعني الفلوس اللي كيتفرقوا من الجامعه للجامعات الصغار كنتمنى انهم يستافدوا منها يستافدوا من الابطال يستافدوا اصحاب اي
ماشي صحاب الجيم ياك وهادشي انت تتمناو. بالنسبه للاسماء فتنعرفوا هاد الرياضه دابا مكلفه بزاف، بلا المراه غادي تكبر تطلبوا المصاريف، ف جا واحد النهار وقالت لك ماماك او باباك راه شويه تقهرنا اللي بينك وبينو، شنو كيفاش غادي يكون رد الفعل ديالك؟ هما الاولي، هما الاولي، الوالدين هما الاولي، اخر مسابق الله يخليهم لك. بالنسبه تتبقى لك كلمه مفتوحه للجمهور المراكشي اللي ما تعرفش اسماء الصحراوي. انا من هذا المنبر تنشكر العائله ديالي اللي دعمتني والاصدقاء ديالي، و كنتمنى فاش تزيد الرياضه في المغرب القدام، انا كلشي يدخل، لانها ماشي كتاثر نفسيا على الانسان وعلى الدراسه ديالو وعلى المستقبل ديالو، يعني كتفتح العقل. اسماء تنشكرك بزاف وتنشكركم على هذا الاستقبال اللي خصتونا في البيت ديالكم ومراكش الرياضيه، فهي راه الاشاره ديال اسماء وقت ما كان عندك شي حاجه، فاحنا راه الاشاره ديال بطله من هذا الحجم، بطله مراكشيه تتشرف مدينه مراكش. شكرا.